هو صوت انفجارات متتالية ومتتابعة ودويها بشكل واضح وقوي. الآن هذه صور مباشرة تأتينا ونتابع فيها هذه المقالات الضوئية الواضحة التي تضيء سماء قطاع غزة، والصورة تأتينا من حدود قطاع غزة الشمالية. واضح أن شمال غزة يتعرض الآن إلى مزيد من القصف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن بالطبع غير معروف المنطقة التي يستهدفها بالضبط، لكن الصورة واضحة جدا وواضح ما فيها من قوة هذه الانفجارات وعنفها وشدتها وشدة صوتها. طبعا هذه الصورة متكررة منذ 42 يوما، هي عمر الحرب البشعة التي تعرض لها قطاع غزة بدءا من 7 أكتوبر الماضي بعد اندلاع عملية طوفان الأقصى وما تبعها من تطورات. هذه الحرب التي بدأت بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، ثم بدأت بعدها بأسبوع تقريبا أو 10 أيام بتوغل بري في شمال القطاع، وصل الآن إلى قلب مدينة غزة مرورا بحصاره لعدد من المستشفيات، كان آخرها مستشفى الشفاء. في جديد الأحداث يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العملية البرية لن تتوقف وربما تصل إلى جنوب قطاع غزة أيضا. طبعا العملية البرية حتى الآن لم تسفر عن شيء، يعني لم تسفر عن تحقيق أي هدف من أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنها قبيل انطلاق عملية السيوف الحديدية أو بعد عملية انطلاق السيوف الحديدية ردا على عملية طوفان الأقصى، والتي كانت أهدافها تتلخص في هدفين رئيسيين، هو إزالة حماس واسترداد الأسرى الذين احتجزتهم أو أسرتهم كتائب القسام في عملية طوفان الأقصى. لم يحدث شيء من هذا حتى هذه اللحظة بعد 42 يوما من هذه الحرب، لكن تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة زادت على 40 جنديا فقط في عملية التوغل البري حتى الآن. وكما هو معروف الجيش الإسرائيلي يتكتم دائما على خسائره خاصة في حروبه البرية، فضلا طبعا اتصالا بخسائر الجيش الإسرائيلي، فضلا عن ما يزيد على 350 قتيلا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى حتى الآن. إذن مشاهدينا، نتابع معكم لحظة بلحظة تطورات الأحداث وأحداث الحرب على قطاع غزة في يومها 42، وكما تابعنا هذا القصف المتكرر على مناطق في شمال القطاع تقريبا على حدود قطاع غزة، ويتضح من الصورة مستوطنات غلاف غزة. مستوطنات غلاف غزة طبعا هجرت معظمها بعد عملية طوفان الأقصى وأصبحت يعني خالية تماما ومهجورة بعد هذه العملية، وواضح أنه شمال قطاع غزة الآن يتعرض لهذا القصف.